مع حارس المرمى عمر فليشاوي، لكن هنا مشعل فواز في كرة ثابتة بيلعبها على طول، الله جول الرشيدي يوسف، يوسف الرشيدي في الوقت بدل الضايع، خلاص خلصت خلصت خلصها مشى على طول، هو يوسف الرشيدي، الرشيدي في الوقت بدل الضايع الضايع، لكن لكن من كرة ثابتة، فواز مشعل فواز عمل الكرة الثابتة وأدت رأسية يوسف، يوسف الرشيدي على طول يحطها في الجول، في الجول في وقت قاتل جدا، قاتل جدا على مرمى وفي مرمى المنتخب الطاجيكي. عمر عمر شوف 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 الثابته اللي عملها مشعل فواز، مشعل فواز، لكن يوسف الرشيدي البديل يضع الكره في